في 28 من يونيو 2013 بلغ السيل الزبا وتجاوز الأمر حده. الشارع على أعتاب خطوات قليلة من مظاهرة 30 من يونيو المرتقبة، ومحمد بديع مرشد الإخوان يلجأ إلى نظرية المؤامرة لتبرير المظاهرة الغاضبة. وصلت أزمة المواد البترولية إلى ذروتها، ووصفت الصحف ما يحدث في القرى والمراكز والمحافظات بالوضع المشلول نتيجة لامتداد الطوابير إلى عشرات الأمتار أمام محطات الوقود، وتصاعد الاشتباكات العنيفة بين المواطنين بسبب أولوية الحصول على السولار وأنابيب الغاز. في هذا اليوم حملت الصحف حكومة مرسي أسباب الأزمة بسبب ضعف إدارتها للأزمة، فيما أعلن الجيش المصري أن حق التظاهر السلمي مكفول للجميع، وأن على الشعب المصري التعبير عن رأيهم بحرية، لا يمنعهم مانع ولا يقف أمامهم حاجز.